يقول هل يجوز الذهاب إلى المدينة المنورة من أجل زيارة قبر الرسول وصاحبيه صلى الله عليه وسلم؟ لم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة قبره ولا بقبر صاحبه أن نسافر من أجل ذلك، بل إنه قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فيسافر إلى المدينة بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه، فينوي زيارة المسجد والصلاة فيه، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تبعا لا قصدا، تبعا القصد زيارة المسجد. فإذا زار المسجد وصلى فيه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ويزور القبور، يسلم على الأموات البقيع والشهداء، هذا سنة، زيارة القبور للسلام على الأموات والدعاء لهم هذا سنة. نعم.